قبيلة كتعاني من عدة مشاكل، من أبرزها أنه الواد الحار ومستفصف صغير وبعيد المغرب والريزو. نمسك يا مامون اللي كانوا هما عايدين الواد الحار باش غيكون القبيلة ديالنا هي من أول قبائل باش يكون فيها الواد الحار. دابا كاين بزاف قبائل من واحد ديالنا اللي تخدموا بلا ما حصلناش على الواد الحار. مستفصف صغير يعني ساكنة بهذا الحجم ما عندهاش مستنصف، هذا مشكل كبير. جماعة كلهم تقريبا مستفدين منها، كلهم ولكن دابا غيتم تحويل الماء الابار الى ماء صالح للشرب بناء على ديك الاتفاقيه اللي دابا هي في طور الانجاز ديال سميتو الماء المكتب الوطني للماء صالح. هذا نموذج ديال المسلك تم تهيئه مؤخرا، مسافه ديالو 2 كيلومتر الى الطريق الوطنيه من هاد الدواوي كامل اللي كتجبل الى الطريق الوطنيه رقم 1 المؤديه الى مدينه جاجه. بالنسبة للبنيات تحت الماء إنجاز ما يناهز 3 كيلومتر من طرق المعبد ماشي تهيئة ذات قدرة، وهناك طرق أخرى مبرمجة سيتم إنجازها في القريب العاجل من طرف الجهة. بالنسبة للتطهير السائل، التطهير السائل تم إنجاز صفقة من طرف وكالة مستقلة لتوزيع الماء الجديدة بناء على الدراسة اللي نجزها جمع العلم. الصفقة دابا سطح على أحد المقاولين وسيتم الشروع في أشهر إن شاء الله قريب العاجل. الجامعة كتوفر لها جوج مراكز صحية، واحد في واش في شهر قريب الإقليمية، واحد في الدوار الأحمر على الطريق الإقليمية الروضية الروضية. جيتو نعرفكم واحد المسجد بناته الجمعية ديال الأمل المضافين لجامعة غادرة مع بعض المحسنين.